عند محطة مهمة جدا تتعلق بالشق السياسي. ربما في هذا الجزء من اللقاء الخاص سيكون الحديث حول أسرار وخبايا لها علاقة بالعمل السياسي، سيكون حاضرا بشكل أكبر. يا دكتور علي الحاج، مرحبا بك مرة مرحبا. طيب يا دكتور، أنا بدون مقدمات طويلة، أنت كنت من أبرز المرشحين كي تكون النائب الأول للرئيس عقب استشهاد المشير الزبير محمد صالح. دكتور الترابي وضع قائمة فيها أسماء شخصيات من ضمنها أو على رأس دكتور الترابي نفسه، يعني بعد التشاور مع مجموعة داخل الحركة الإسلامية، ولكن حينما تم يعني استبعاد الترابي لأسباب معلومة في ذلك الوقت، قيل أن دكتور الترابي كان حريصا على أن يكون الدكتور علي الحاج هو النائب الأول لرئيس الجمهورية، ولكن هذا المقترح لم يجد حظه من القبول لدى الرئيس. ما هي قصة هذا الجانب؟ يعني هل أنت كنت على علم بأنه تم ترشيحك كنائب أول، وهل كنت موافق؟ وبعد أن تم الاعتذار، ماذا كان سبب الاعتذار؟ والله هو الموضوع طبعا موضوع تاريخي يعني، فأنا بحاول أتحدث عنه كتاريخ. يعني صحيح. أي نوع من التزوير ولا نوع من وأولا أنا لم أكن طرفا في الاختيار، في الاختيار ولا في الاجتماع أصلا، لم أكن من الناس الحضور أصلا، وكل المعلومات اللي أخذتها لاحقا هي أتتني من بعض الحضور، وتحديدا المعلومات أخذتها من الشيخ حسن ومن المرحوم موسى درار رحمه الله، موسى حسين درار، موسى حسين درار، ومن الأخ عبد الله حسن أحمد شفاه الله الحسن موجود، ومن الأخ إبراهيم السنوسي، كل على حدة حكى لي بالضبط ماذا جرى في الاجتماعات وإلى الآخر. فده جانب مهم جدا عشان الواحد يكون يعني عارف المسألة دي. ولما حكوا وبعدين حصلت القصة الأخيرة بتاعت الاختيار، أنه الرئيس اختار وما اختار، أنا بالنسبة لي الصورة ما كان في مشكلة حقيقية، لأنه يعني هو التاريخ اللي تكلمنا عنه على علي الحاج في الجامعة والخرطوم أسبق من الإنقاذ يعني. صحيح. وما حاجة والقطار يعني ما حاجة إضافية يعني. قد الواحد يجد للإخوة في الحركة الإسلامية أنه قدموا اسمك أنه كذا، وده قد يكون هي مسؤولية في المقام الأول، مش قصة تشريف وتقدير أيضا وتشريف، ما تشريف يعني، هي مسؤولية في المقام الأول. وإذا في حد ما أخذك معناته على الأقل برضه رفع عنك كاهلك المسؤولية يعني. نعم. مش حكاية أنه حصل كذا وكذا. فبعتقد أنه هم ذات المجتمعين دول هم اللي قرروا أنه والله، لأنه كان في رأيي أنه هل يرفع اسم واحد للرئيس أو ثلاثة أسماء. نعم. هم المسؤولين دين أو المجتمعين قالوا ثلاثة أسماء، فإذا هم نفسهم ما دام قالوا حيرفعوا ثلاثة أسماء للرئيس أو لشخص آخر، معناته أعطوه حرية الاختيار. نعم. وأنا بعتقد أنت كنت على رأس الثلاثة. أنا بالنسبة لي كون الرئيس اختار يعني شخص آخر ده من حقه، لأنه نفس الناس اللي اجتمعوا هم ذاته قالوا نرفع الكلام للرئيس، ما قالوا يذكر شخص واحد. عشان كده أنا بنظر للموضوع بالمنظار ده، أنه ده اختيار. أنا بالنسبة لي الاختيار العام بتاع الحركة الإسلامية أو الجماعة الحركة الإسلامية أنه أكون، أنا بفتكر أنه ده في حد ذاته كفاية بالنسبة لي. كونه بعد ذاك الرئيس أو شخص آخر يختار من ضمن الثلاثة آخر غير علي الحاج، بفتكر دي واحدة من الأشياء المسلم بها والمتاح أصلا من خلال والمتابعين نفسهم قالوا يدوا الخيار للرئيس خلاص. طيب ادينا اكشف لنا سير كده، هل بعد ان تم اختيار شخص اخر في تلك الايام وهو الاستاذ علي عثمان محمد طه، هل التقيت بالرئيس ودردش معك؟ حاول يوضح لك الحصل. ما التقيت ولا سالته، التقيت بالرئيس لكن ما سالته. وعلي عثمان نفسه لما اختير وانا عرفت عنه خلاص اختاروه نائب اول، انا اول شخص مشيت حناته ومشيت حضرت اداء القسم معه امام الرئيس وهناته وهنات الرئيس، وبعد ذلك ركبنا انا وهو في العربيه بتاعته، مشينا لوزاره الخارجيه لانه كان وزير خارجيه، وقعدنا مع بعض احنا الاثنين وتكلم حديث يعني كويس جدا وكان كويس خالص، ويعني انا شكرته على كلامه وكذا. بس ذهبت معه الى منزله وانا
دخلت لزوجته غاطنة وحناتها وترى حاصل كذا وكذا، هذا ما تم بالضبط يعني. طيب لكن يا دكتور ما كان في إشكال، لكن يا دكتور طبعا معلوم تاريخيا إنه يعني ترابي لم يصبح النائب الأول باعتبار أنه الكلام كان أنه ده شيخ الحركة الإسلامية، ودكتور علي الحاج الكلام اللي طلع في الوقت ده أنه علي الحاج ما بيحضر اجتماعات مجلس الوزراء، ما بيحضر إيه؟ يعني ما نشيط في اجتماعات مجلس الوزراء. ما نشيط ولا ما بيحضر، ما يعني بيتغيب. ده كان واحد من المبررات. مبررات منو؟ المبررات للاعتذار عن انه الحاج ما يكون نائب. مبررات منو؟ يقيل انه الرئيس ابدا ملاحظه. ايوه قيل، قد لا يكون هذا صحيح. بعدين كون على الحاج بيحضر مجلس الوزراء ولا ما بيحضر، ما في وقائع مجلس الوزراء. مجلس الوزراء مش انت سمعت بانه ده سبب من الاسباب؟ انا ما سمعت ده سبب من الاسباب، في اسباب اخرى قيلت يعني. اللي هي؟ والله انا ما ادري اذكرها، لكن المهم مهما كانت الاسباب انا ما شاعر بانه شخص ادوه ثلاثة اشخاص أن يختار أحدهم، ما شاعر بأنه في إشكال إذا يختار واحد منهم يعني. نعم. أنا بتكلم عن نفسي. أخذت الموضوع بطريقة. أنا ما بتكلم عن الرأي العام والناس قالوا شو. قالوا شنو. بفتكر دي النقطة الأساسية. طيب. صحيح طبعاً. نعم. واحد سألني سؤال أنه بترى شنو، أنا قلت كلام وكتبته وجدته في مذكراتي أنه هو من الأساس الناس اللي اجتمعوا ديل، أنا شاعر بأنه ما كان في داعي إذا أصله في منصب أو في حاجة رشحه ليه الأمين العام، ما في داعي يرشح آخرين. أنا الدار عليه كده. إذا رشح الأمين العام ما في داعي ترشح نائب الأمين العام، وكمان تجيب لك واحد تاني عشان تدخله معاهم. أنا شاعر بأنه المسألة كلها ما كانت يعني تكنيكالي غلط، ما شاعر بأنه فيها نوع من ده رأيي أنا الشخص. وأنا بقول الكلام ده وكتبته. نعم. في أوقات بقول ده رأيي أنا. أنه ما دام خلاص رشح الأمين العام لشيء خلاص يبقى الأمين العام، يبقى الأمين العام. وبعدين نائب الأمين العام حيبقى أمين عام. والأمور كلها بتسير على ذلك يعني. فأنا بعتقد أنه الاجتماع نفسه والطريقة اللي أديرت بها المسألة ده ما أخذي ما كان موفق. ده بالنسبة لي أنا كعلي الحاج كالشخص، وده بعد ما شفت الحاصل زي ما بقول being wise أفيد، لأنه يعني زي ما بقول أدركتنا الحكمة بعد الفوات أو بعد مواقع الأزمة. لكن دي ملاحظتي انا، لكن في الاخر ما شعر بعمل في قضيه في هذه. وانا في الاخر الحمد لله الواحد عاش في الحركه الاسلاميه يعني كشخص. نعم. وكذا. نعم. طيب كويس جدا. نقفز لمرحله ثانيه، وقعت الخلافات بين الاسلاميين وحصلت الفصله، وبناء عليها تم تكوين حزب المؤتمر الوطني الحاكم وحزب المؤتمر الشعبي المعارض بقياده الدكتور حسن عبد الله الترابي. في تلك الأيام الساخنة والهائجة والمائجة، فجأة كده علي الحاج خارج السودان، علي الحاج في ألمانيا في مؤتمر، علي الحاج قصة طويلة حنتكلم عنها. القصة شنو؟ تبدأ من وين؟ يعني قصتك مع ألمانيا دي شنو يعني؟ والله قصتي مع ألمانيا مسألة زي قصتي معك حسة في أنك أنت جيد عملت معي مقابلة. أول شيء بعد المفاصلة وتكوين حزب المؤتمر الشعبي، وما كان في شيء معين. خروجي من السودان كان في فبراير يعني 2001 11 تحديدا 11 فبراير 2001 من مطار الخرطوم الى دمشق. واساسا انا كنت خارج للسودان لثلاثه زياره الاردن للفحوصات والاستشفاء وكذا، ومعي ابني كان اول مره يعني يمتحن الشهاده. وكنت ناوي ازور العراق لانه اول ما زرت العراق اصلا، وكنت ناوي ازور تركيا لانه اصلا لغايه تلك الفتره ما زرت تركيا، كنت ناوي ازور ايران ايضا ما زرت ايران. وكان ماشي لمده شهر وراجع بعد ذاك لانه كان في عقد ابنتي الكبيره وما الى اخره. ده الخروج كان كده، ما كان فيه اي ظلال ولا شبهه ولا اي شيء. لكن وانا في الاردن حصلت التطورات دي جايه بموضوع مذكره التفاهم التي وقعت بيننا وبين الحركه الشعبيه. ومذكره التفاهم نفسها يعني اللي في جنيف كانت في جنيف. وبدايتها طبعا اساسا تم اتصال
يعني الحركة الشعبية اتصلت بنا أو تحديدا ياسر عرمان هو اللي رسل لنا مندوب معين اللي هو الأستاذ كبج الاقتصادي المعروف. هو الذي أتى إليه في المنزل، وأذكر أنه هذا في أكتوبر من العام 2000، وهو اللي جاني في الصباح وأنا بعرفه طبعا دول اليساري وكان في الجامعة وكذا، فبقول لي ناس الحركة الشعبية دايرين عملوا لقاء، أو ياسر عرمان بيفتكر دايرين يلتقوا بيكم ويلتقوا بيكم عشان يتفاكروا في المستقبل ما دام أنتوا يعني مذكرة التفاهم أو كده. لكن قال لي الكلام ده أنا جيت أقوله لك، إذا أنتوا راضين أنا بديك الشفرة وبديك الرقم عشان تتصل بيهم، إذا أنتوا ما راضين الحكاية دي خلاص. قلت له خلاص كويس، أول ناس وده أنا ببلغ الأمين العام بعدين نشوف بيحصل. بعد ذلك مشيت بلغت الأمين العام فقال لي أحسن. فلما جيت راجع أداني ذاك الضوء الأخضر، أداني الضوء الأخضر ومشيت وكبج يا أداني نمرة التليفون والشفرة وما تعرف، واتصلت بياسر عرمان. وكان المفترض أن يكون في لقاء في الخارج ولست طرفا في اللقاء أساسا، لأنه في حرفنا أنه الناس اللي بيلتقوا في الخارج يكونوا أساسا من الخارج ما يمشي حد من الداخل، لكن اللقاء كان فرض يكون في نوفمبر، تأجل وتأخر جدا لغاية فبراير. فتزامن أنه أنا كنت في الأردن والجماعة دل حتى اللقاء بتاع جنيف أنا في الأول ما كنت أعرف، والشيخ حسن اتصل قال الجماعة دل في جنيف ويتصلوا بيه وابتدوا يتصلوا بيه وبالشيخ حسن. ده تقريبا الحاجة اللي بعد طلعت برا السودان في برنامجك الخاص. أنا في أنا الكلام ده كله أنا في الأردن. في الأردن للعلاج. يعني برا السودان. برا السودان. أوكي. ما كان في أي شيء. أوكي. وفي نهاية المطاف لما حصل الاتفاق وكذا وادوني الأسترالية الدرافت بالفاكس في ذلك الفترة، وكان معي برضو جناح ياسين عمر الإمام رحمه الله وإبراهيم السنوسي، وتناقشنا في الدرافت وحاصل إيه وإلى آخره. فلما طلع البيان تم اعتقال الترابي في الخرطوم. اعتقال الترابي في الخرطوم والامور كلها بعد ذاك اخذت المسار الطابع المعروف ده. الطابع المعروف. بالطابع المعروف وبالزخم اللي كان حاصل والمسائل اللي كانت كتبت وروح العام اللي انت شايفها. وانا في تركيا منظمه اسمها السودان فوكس المانيه. جاء توجيه من الخرطوم لكنك ما ترجع؟ جاء توجيه انه كلنا ما نرجع. ما ترجعوا. الثلاثه ياسين وابراهيم السنوسي وشخصي. قالوا انتظروا. في الاخر قالوا يجي ياسين. والسنوسي اصله كان ماشي بريطانيا، لكن التوجيه انه يجي ياسين، وفعلا عاد ياسين. وانا رحت تركيا فجات الدعوه من المانيا، جات دعوه من السودان فوكس، هي منظمه معروفه قديمه جدا، وجابوا لي دعوه باعتبار انه اجي اتكلم عن مذكره التفاهم. دي الدعوه دي اللي دخلتني يعني ألمانيا. مشيت ألمانيا. ما كان أبداً ماشي عشان أقيم في. يعني إذا أنت مشيت ألمانيا. لدعوة لمنتدى معين. منتدى معين وفي ذهنك التوجيه جاك من الخرطوم إنه ترجع. أيوة. لكن هم ذات الناس المنتدى بيعرفوني وكذا، وبعد ما قالوا لي يا أخي أنت حقه تبقى عندنا. في ألمانيا. مش في ألمانيا، في المعهد نفسه. أنا قلت لهم لا. وقمت طوالي. طيب إذا منتظر توجيه آخر. وانتظرت ومن هناك قمت من قعدت معهم يومين بعد ما انتهى المؤتمر، جيت على بون. وبون دي ذاته لما جيت لأنه في حد من إخواننا هناك وهم اللي دوني بون. طيب يا دكتور قبل كده. قبل كده. بلان إنه أقعد في بون. قبل كده. أنت جاك توجيه من الخرطوم بأنه ما ترجع. نعم. للأسباب السياسية المذكورة. نعم. ولكن في ألمانيا بديت أنت تحركات الإقامة أو اللجوء أو البقاء في إنجلترا. أيوة نعم. في الأول. أيوة. ولكن حصل شيء غريب هنا شوية. نعم. رغم إنك أنت قعدت في إنجلترا وعندك عيادة وكان عندك بيت. نعم. لكن حصل لك حاجة مع السفارة البريطانية. أيوة. ماذا حصل؟ جدا. المشكلة إنه أنا لما جيت ألمانيا طبعا التأشيرة كانت شنزل 3 شهور. أي. وصحيح أنا ذاتي ما كنت داير أقعد يعني في الفترة دي، وصحيح حصلت أشياء كثيرة، زواج البنت كنا نوديها دبي وكذا وكذا. أنا كان لتلك الفترة أنا فاكر نفسي أنه أرجع السودان، لكن الجماعة مش الجماعة، الكلام المكتوب نفسه في الصحف. وبالمناسبة كل الكلام الكتب في الصحف أنا في ألمانيا
كله اديت واحد مترجم قصيته وترجم كل الكلام كان في الوطن عشان يدعم الكيس ما اصله هناك ما في مرجعيه الا اللجوء وما في مرجعيه الا الاعلام طيب فعندهم الاعلام نعم. انا كل القصاصات اللي كتبت جمعتها وترجموها ووديتها للمحامي وكلام خطير جدا وكلام انا علي الحاج وطريق الانقاذ الغربي وسحبوا منه الجنسيه وسحبوا الجنسيه والاعتقال يعني كلام ذاته وانا متاكد ان الناس اللي بيكتبوا الكلام ده ما عندهم اي فكره عن الحكايه بس بيكتبوا يبدو انه عندهم اشاره بس اكتبوا فبيقى كل زول يعني زي ما قلت لهم اذا في الزخم ده انت حاولت تمشي انجلترا لكن حصلت حاجه انا حاولت امشي انجلترا ناس انجلترا كانوا رافضين أبو يدوك تأشيرة. ليه؟ مشيت والله أفتكر لأسباب السياسية. أول شيء هم ناس بريطانيا كانت مش بريطانيا الدول الغربية العالم العربي كانوا مرتاحين للقصة بتاعت الاعتقال الترابي والحكاية حصلت يعني ده بصفة عامة طبعا أنا بتكلم يعني وأنا عايش التجربة. فلما حاولت أنه أمشي بريطانيا رفضوا بدون اسباب يعني رغم انه القنصل الموجود في ديسلدورف الان التقيت به دول كويس جدا وهادئ جدا وبيعتذر يعني وبولايت جدا يعني لكن خلاص هو عنده تعليمات انه ما يدي الزول ده. انت كنت فقدت انت ما كان عندك بيت وعندك عياده فقدت الاقامه؟ ما كان عندي اقامه هناك يعني انا مده طويله انا خليت بريطانيا رجعت ولكن خلاص انا بالنسبه لي يعني بريطانيا هم عارفين حافظ الريكورد يعني انا دوت نيد تو تيل ذيم انه انا في بريطانيا وتعلمت في بريطانيا وكل الاشياء اللي انت عارفها. نعم رفضوا يدوه الفتره دي لما رفضوا وبعدين رفضوا يدون الاقامه او امشي لندن وكان تواشق ابراهيم السلوسي بهناك يبدو انهم ما دايرين ورغم انه في عدد من الناس تدخلوا وتكلموا لكن برضه القرار كان في الفترة دي الجواز ذاتي قبل ما نيجي الحتة ده دكتور يعني رفض البريطانيين انه ما يدوا شخصية سياسية معروفة زي دكتور علي الحاج خاصة انه عنده علاقة ببريطانيا علاقة سابقة بتاع الدراسة وإقامة وعمل دي حاجة في علامة استفهام كبيرة جدا نحاول نبلعها كده بالعصير ده اشرب العصير ده شوية عشان نقدر نبلعها ونستوعبها ثم نواصل في الجزء المتبقي لنا من هذا اللقاء رحلتك مع ألمانيا اللي انت الآن ربما بديت تتكلم فيها جيت بريطانيا شاركت في المنتدى وحصلت التطورات الكثيرة في السودان بدأت تبحث عن الطريق لإقامة في أو لجوء أو تواجد بشكل دائم في ألمانيا القصة دي تمت كيف؟ أول شيء أنا وده قد يكون أحسن قرار واحد يتخذه في ألمانيا أنه أنا يعني معلوماتي العامة أنه ألمانيا بلد قانون أول شيء عملته استشرت الناس أدلوني على محامي فمشيت كل المسائل دي أديت المحامي وداير أسمع رأيه أنا قدمت الجواز بتاعي السوداني مدته قربت تنتهي اتصلت بناس السفارة في برلين يعني طبعا سفارة برلين بتشتغل زي الخرطوم يعني فرجكتت ما 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 قالوا لي نمدد ليك رفضوا يمددوا ومش رفضوا بطريقة كده يعني خلوها كده يعني بالتطاول كده عاوزين بالتقادم والتطاول أنه أنت جوازك يكون يعني انتهى انفاليد وبتبقى ستيتلس انت ما عندك وضعيه فدي الحاجه اللي انا عرفتها فالمحامي بيقول لي انه انت حقه تعمل لجوء سياسي الكيس بتاعتك دي افرض قال لي افرض السفاره السودانيه جددت لك السفاره الاقامه ولا ادتك الجواز ولا مددت انت استيل بتبقى تحت سلطه الحكومه السودانية وأنا ده المحامي قال لي أنا بالكلام اللي قريته من الصحف والكلام الموجود ده بغض النظر كله صح ولا لا أنا شخصيا كمحامي بفتكر أنه ما في داعي أنت أصلا تكون حريص على الجواز السوداني مرة أخرى وحبه تقدم لجوء أسايلوم دي النصيحة اللي كانت قدم لك المحامي وبعدين قلت له لجوء فشرح لي اللجوء ذاته طبعا أنواع يعني احنا أصلا نقول في لجوء سياسي في لجوء إنساني في لجوء اجتماعي في لجوء اقتصادي
في اللجوء بيكون ديني. انت دخلت بيت المدخل سياسي سياسي واخذته الكلام ايوه واخذته وقال لي احنا بالنسبه لي الورقه الموجوده نقدمه المحكمة. اذا يا دكتور اخذت اللجوء السياسي بالكيس بتاعك ده وقبلته يعني كلاجئ سياسي و وده يعني قرار محكمه هي ما لها صله بالحكومه ما لها طبعا هناك الاعلام لما يكتبوا ان الحكومه الالمانيه ادته حكومه الالمانيه ما ادت بالعكس الحكومه الالمانيه هي ممكن ترفض ممكن ترفض والمحكمه تديك كيف المحكمه وده اللي حصل لك المحكمه طلعت القرار انه ده خلاص بيستحق لكن في اسبوعين ادى الحكومه الالمانيه تعمل استئناف اسبوعين واي شخص اخر بينشروا ده القانون اي قانون بيقول كده اي شخص اخر عنده اعتراض يقول اعتراضي في ظرف الاسبوعين قبلت واخذت اللجوء بعدك بتاخذ الاعانه لا ما في اعانه ما في لم اخذ اعانه اصلا انا اصلا لانه الاعانه ما محتاج تاخذ اعانه بتاخذ بديس على حساب حسابي ومشكله حتى موضوع الاعانه انا في فتره لما الناحيه الاقتصاديه زلقت واتصلت ببلديه بانه يده قالوا لي احنا طبعا انت عندك بيت قلنا عندي بيت في السودان وفي كده بيت مؤجر لا ما مؤجر فيه منو في اسرتي اسرتك اعمارهم كم فوق قال لي تدفعوا لازم يدفعوا فهم قالوا ان احنا بالقانون زول عنده بيت ما بندي ما بندي لكن ادوك بيت لكن ادوني سلفيه بلديه بون ادتني سلفيه وسلفيه بدون 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 انترست بدون فوائد ترجع مقابل رهن البيت على اساس بيتي بتاع الخرطوم خرطوم على اساس انه في اي وقت انت سددت السلفيه دي خلاص لكن السلفيه ذاتها ما مدينا عليك لفتره محدده اوبن لغايه امورك يعني ودي من بلديه بون عشان تعرف القصه يعني فقال اصلا احنا ما بس يا دكتور داير اسالك سؤال اخير في الجانب ذنك في البيع والجزء الثاني يعني انتم كاسلاميين في بالذات انت في الفتره بتاعت وجودك كوزير ومسؤول وسياسي مرموق داخل الحكومه السودانيه في الوقت ده قبل المفاصله انت من الناس اللي كنت بتهاجم المعارضين نعم والانغاز كان بتهاجم المعارضين انهم بيستعينوا بالاجنبي نعم بيمشوا باريتريا بيمشوا اثيوبيا نعم. وكذا طيب نعم. انت ذاتك ما مشيت المانيا ده ما استعانه باجنبي انه طردوني مو اسلاميين دي ذاتهم وانا مشيت لشنو انا في المانيا قاعد عشان الشيوعيين طردوني ولا بعثيين ما دي حقيقه يعني هي المؤلمه انه حتى طبعا في النقاش كثير حتى من الناس يعني لما يتكلموا عن الناس ضدنا يعني بيقولوا كلام صعب جدا عننا وكده الحين قلت لهم انت ما حقه يعني الزول ضدنا تقوم عليه لانه حقيقه الشيء اللي وقع علينا حس الان الاذى اللي وقع مش على الاشخاص الاذى اللي وقع على المشروع الاسلامي هو اساسا من الاسلاميين ما من الاعداء والاذى اللي وقع على بعض الاسلاميين هو من الاسلاميين انفسهم فانا عشان كده بفتكر انه قصه اللي حصل لنا والمسائل دي كلها انا الموضوع ما في خلط اذا يا دكتور ما في خلط وما في عمى الوان انت اخترت المانيا بقناعه دون ان تشعر بان هناك تناقضا مع موقف المعارضين الذين كانوا ينطلقون ايضا من دول اخرى نعم. انت متصالح مع نفسك في هذا الجانب وقد ذكرت مبررات ترى انها مقنعه وكانت هي السبب وراء اختيارك المانيا كدوله لجوء سياسي ايوه وكان ما في بديل اخرى انا البديل نعم. اللي انا كنت اعرفه حتى التنظيم او اخواننا البديل الطبيعي بريطانيا رفضت تديك فانا لا استطيع ان اتحسر ولا ابكي على اطلال انه انا كنت في بريطانيا ولا نعم. عندي شهاده لازم عندي بيت في ده كله ما تلقى أطلال. خيارات اخرى اطلال ما ممكن الواحد يعني تعيش عليها اذا لذلك انا بفتكر الموضوع اللي قلته عن انه ما في الالوان هاي ده موضوع حقيقي لكن انا بتكلم يعني في تاريخ انا نعم. لازم اثبت التاريخ نعم. لا انكر ولا اتنكر للتاريخ لهذا التاريخ لكن انا تجاوزته نعم. لما حس اتكلم عن حوار ولا عنه عامل كده انا تجاوزت التاريخ المرحله التاريخيه طيب يا دكتور يعني. طيب يا دكتور انا حواصل معك في هذا رغم ان الجزئيه التي كنا نتحدث فيها كانت مثيره جدا وساخنه ولكن القادم اخطر واصعب من حيث السؤال ونتمنى ان تكون اجابات الدكتور شفافه واضحه يا دكتور انا حاسالك في مساله حزبيه خاصه بالمؤتمر الشعبي والذي يعتبر الآن هو حزب أنت تاريخيا من قادته
ربما تكون الرجل الثاني أو الثالث أو ما إلى ذلك. ده رسالك في شؤون خاصة بالحزب. ملاحظ أنه دكتور حسن الترابي وأنتم كإسلاميين دائما ما تتحدثون حول أنه القيادات دائما كنت بتهاجموا الأحزاب الكبيرة، أنه ليه قيادات دي تستمر لفترات طويلة في رئاسة الحزب. الآن حسن الترابي، دكتور حسن الترابي شيخ حسن على رأس هذا الحزب، هل أنت موافق على هذا الطرح ولا بترى أنه حقه تتجدد القيادة ويأتي آخرون؟ تقصد الطرح الأول بتغيير القيادات؟ نعم، أنا موافق على تغيير القيادات، لكن إذا ربطت زي ما تتكلم عن قيادتنا وحسن الترابي أنا موافق أنه يستمر هو. أنا الكلام ده بقوله مش جديد يعني. في عام 2005 لأول مرة ألتقي بالترابي بعد المفاصلة وبعد المشاكل، التقينا في أسمرة خارج السودان اللي هو قبل 10 أعوام تقريبا. وهو في تلك الفترة طرح موضوعين، طرح موضوع أنه هو حريص أنه يعني يتنحى من الحزب ويأتي شخص أو أشخاص آخرون، وده واحدة من الأشياء. وطرح أنه أنا أجي للسودان، الكلام أنا بقوله لأول مرة عشان تكون الناس عارفة. أنا في المسألة الأولى موضوع أنه يتنحى في تلك الفترة أنا كنت ضد الكلام، وقلت له وده الكلام اللي قلت له، وقلت له أنتوا يعني أنت هتتنحى في وقت أنه الإخوان معتقلين والناس في السجون والمضروبين والمقهورين ومشاكل البلاد هسه كلها في يعني متأزمة، ده ما وقت، توقيت ما مناسب، وقت ما مناسب، ده رأيي كان في الوقت ده ما مناسب. والآن التوقيت مناسب إلا الآن كذا أنا جايق للآن إلا أن يكون يعني هربا من المعركة. هذا كان رأيي بالنسبة له، وأنا بثبت الرأي ده عشان فهو من ناحيته في تقديري أنه هو داير فعلا يعني يتنحى، لكن ده رأيي كان، وأنا حسن أقوله والشعب السوداني يعرف، وكل من اتفق عليه ولا خالف أنا ما واستمر بهذا الفحص. استمر بهذا الفحص. الآن أنا بفتكر أنه الآن بفتكر أنه نحن وأنا بتكلم من منطلق الحوار والشيء الماشي الآن، مآلات الحوار أنا في تقديري والله أعلم أنه في الآخر لازم تفضي إلى حريات تتسع لمنافسات حزبية حرة، مؤتمرات الأحزاب وكذا، أحزاب وكذا يعني لازم تتسع لمناقشة لمنافسات حرية منافسات سياسية حرة عبر انتخابات حرة ونزيهة. عندئذ يمكن لكل القوى السياسية أن تراجع قادتها قيادتها كل شيء يعني يحصل التجديد. ده أنا بفتكر كده. التجديد مش في مؤتمر الشعب، التجديد في مؤتمر الشعب كل الأحزاب وفي كل الأحزاب في الحكومة ذاتها مؤتمر وطني ذاتها. طيب يا دكتور، أيضا في داخل المؤتمر الشعبي في تيارات وفي خلافات. نعم، ما مشكلة المحبوب عبد السلام تحديدا؟ أنا لا أدري أنه في مشكلة بتاعت محبوب. أنا بالمناسبة ابتعد هو من الحزب يعني ابتعد، لكن واصله ما كان يعني محبوب ما كان يعني نشط في موضوع الحزب يعني من ناحية تنظيمية ما كان نشط هو ذاته. هو صحيح منتمي للحزب وكل شيء، وهو اللي فعلا في قصة المذكرة التفاهم وفي الخارج كان كذا وكذا، لكن أنا ما شايف أنه في إشكالية كبيرة في الكلام اللي بيقوله. يعني أنا قرأت بعض ما ذكر وبعض ما قرأ وبعض ما كتب، لكن هو قدم استقالة ولا لا ابتعد كيف؟ لا أفتكر ابتعد، ما أفتكر قدم استقالة، لا أحسب ما عندي فكرة. وأنا بفتكر أنه حتى الكلام اللي كتبه والآراء اللي قاله صحيح قد تكون غريبة بعض الأوقات قد تكون كذا، لكن برضو أنت عادل حقه يعني تدينا مساحة شوية، لأنه إحنا عشنا في مجتمعات الآن الواحد عاش في مجتمع حر يعني، وحر بمعنى الكلمة أضاف لك طبعا يعني أضاف إضافات كثيرة. فكوني أنت زعيم حزب ولا أنت مسؤول وفي شخص هاجمك من الحزب أو شخص كتب عنك، أنا ما شاعر بأنه دي يعني قضية يعني. وأنا أفتكر أنه مهما كان الرأي الناس اللي بيكتبوا وبيتكلموا مهما كانت فظاعة في الكتابة في كذا، أنا أفتكر الناس لازم تكون عندهم يعني سعة سياسية كبيرة جدا لتحمل الكلام يعني. طيب يا دكتور يعني مؤتمر ده أفتكر أنه دي صحيح الحكاية صحيح شايفة بالنسبة لكان المحبوب ولا غيره. طيب يا دكتور مؤتمر باريس اللي جات فيه الحركات المسلحة بدارفور والجبهة الثورية قطاع الشمال وما إلى ذلك، هل دعيت المؤتمر ده؟ لا أبدا. لماذا؟
لأنه أنا ما جزء من ال... ما جزء لا جزء من ال... رغم أنك موجود في أوروبا ومعروف أنه عندك مساهمات كان في مفاوضات دارفور منذ الفترات الأولى ولكن لم توجه لك الدعوة. لم توجه. وأنا برضو هذا لا يعني أنه أنا ما عندي صلة بهم. كل المجتمعين في باريس من القوى الثورية على المستوى الشخصي وحتى على المستوى العام أنا على صلة بهم كلهم. يعني سابقا قبل الحوار وبعد الحوار الفترة ما تنسى يا عادل. الواحد قاعد حواليه 15 سنة يعني 15 سنة دي يعني يكاد يكون كل الطيف السياسي الموجود في السودان مر على الواحد أو الواحد مر عليه يعني. وصحيح في 15 سنة دي تكاد تكون الجهة الوحيدة المقاطعة والما كان في أي علاقة بها هو المؤتمر الوطني. طيب يا دكتور، جرت مياه كثيرة جدا منذ أن قامت الإنقاذ في 1989، وبالنسبة لك أنت حصل المشاركة في الإنقاذ في مراحل الأولى ثم المفاصلة وأوروبا، وكما ذكرت ألمانيا أضافت لك الكثير، المجتمع الغربي غير كثير جدا من المفاهيم داخلك. لو عادت عقارب الساعة إلى الوراء، هل كنت ستكون من الموافقين على التغيير العسكري في السودان عام 89؟ نعم، التغيير العسكري بالحيثيات اللي كانت موجودة في تلك الفترة وبالعقليات اللي كانت موجودة في تلك الفترة، وأنا لما أقول عقليات مش عقليات الإسلاميين وإنما عقليات الحاكمين برضو في تلك الفترة، أنا بقول نعم، لكن بالنتائج أنا بقول لا، لأنه النتائج نتائج مختلفة تماما يعني. يعني إحنا بدينا بشيء معين وصلنا لنتائج مغايرة تماما للشيء اللي بدأنا به يعني. نعم، دي الحاجة الأولى، لأنه الحيثيات كانت وقتها هاي، لكن النتائج حاجة يعني بدون شك ما في حد بيتوقع يعني. لا حاكم، لا الحاكم الموجود اليوم بيتوقع، ولا المحكوم ولا المعارض ولا الموافق، كلهم يعني بيتفقوا أنه المآلات ما كانت أبدا يعني. طيب يا دكتور، بالنسبة للحوار الدائر الآن في الخرطوم، وجهت دعوة لشخصيات كثيرة جدا، هل وجهت لك الدعوة كي تشارك في مؤتمر حوار الخرطوم؟ ما وجهت دعوة شخصية لي أنا، للسبب لأنه أساسا الدعوة بتقدم للحزب المعني، والحزب يقدم له دعوة كما قدم لكل الله، وأنا على صلة بالحزب وبالحوار بصفة عامة، فأنا داعم من حيث أنه الحوار نفسه والكلام اللي بيتخذه أنا معاه يعني. فده الشيء اللي ممكن يقول الواحد بالنسبة للحوار. وبرضو الحوار بدايته كانت كويسة جدا يعني، خاصة العدد اللي الحضر من الأحزاب والقوى السياسية اللي كانت موجودة. وطبعا صحيح حصلت تطورات ومشاكل يعني كثيرة في الحوار، وتراجعت ربما تراجعت كثير من التوقعات والآمال وكل شيء، لكن أنا أملي وأعتقد أنه ورجاء أنه إن شاء الله يعني تعود الأمور على الأقل، والناس اللي تركوا الحوار يعودوا مرة أخرى لله. هل تستطيع أن تلعب دور بحكم ارتباطك التاريخي والنشأة وكذا بدارفور، هل تستطيع أن تلعب دور مع الفصائل أو أنت على اتصال بها كي تلعب دور يعني فاسيليتيتر؟ والله شوف، أنا طبعا قلت كلامه بقوله ويكاد يكون يعني، أنا ما بعتقد أنه في مشكلة بكورس، عشان نقطع بطريقة شوية. دارفور كولاية كإقليم معروف من ناحية تاريخية وحاصل شنو المشاكل الحاصلة وقضايا التنمية وعدم التنمية وكل هذه دي مسائل، دي دارفور التقليدية اللي احنا عشنا فيها وكنا فعالين وعارفين المشاكل بتاعتها. اما دارفور اليوم، المشاكل اللي في دارفور اليوم دي ما مشاكل دارفور، دي مشاكل خرطوم. فانا بالنسبة لي وده رأيي قلته وبقوله لأغاث العالم، لأنه دي ما دارفور القديمة، دي مشاكل أساسا من شأن الخرطوم وحلولة في الخرطوم ما في دارفور. ولا أحسب أنه أنا ولا أي زول بمشي دارفور عشان يشوف المشكلة يحلها، أنا أفتكر هو ماشي في المكان الخاطئ والاتجاه. أنا أفتكر المشكلة كلها في الخرطوم، وأنا لما أقول مشكلة في الخرطوم برضو ما مشكلة دارفور براها، أنا بعتقد أنه في مشكلة السودان ككل
يعني في مشكله النيل الازرق، في مشكله جبال النوبه، في مشكله في 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 الشمالي، في مشاكل في السودان. عشان كده افتكر المنظور حقه يكون منظور انك انت داير تحل مشاكل السودان، باكج باكج وكل السودان، عشان ما ندخل في دارفور وكردفان وبعدين مع الدكتور وكده. انت شايفه كان رايي وما زال. عشان كده قد يكون دي مفارقه كبيره جدا بين الدعاوى اللي بتحصل الان في قصه دارفور والاجتماعات اللي بتتم. انا ما ضدها، لكن انا شاعر كثير من الناس الان عندنا اكثر من يعني انا جيت 2001 مشاكل دارفور بدأ 2003 اللي هي من ناحيه التسلسل التاريخي انا ما عندي دخل بالمشاكل دي. لكن بعد 2003 وحتى الان الحلول كلها المركزه في حاجه اسمها دارفور فشلت، لانه الناس بيركزوا في الحلول الموجوده في دارفور كانه في حاجه في دارفور، وهم بينسوا بيتناسوا او ما عاوزين يتكلموا عن المشاكل الموجوده في الخرطوم اللي سببت مشاكل دارفور وسببت في جنوب كردفان وسببت مناطق اخرى. طيب يا دكتور، بد من معالجه السبب الحقيقي ومواجهته بوضوح كامل. طيب يا دكتور، انا داير انشط الذاكره شويه في حاجتين كلمتين كده انا حقولهم لك، علق عليهم بالطريقه اللي بتراها. الكتاب الاسود وخلوها مستوره. علق على الكلمتين ديل بس. الكتاب الاسود يعني انا افتكر التسميه ما كانت الصحيحه. المعلومات اللي طرحوها في الكتاب الاسود هي معلومات موجوده يعني في كتاب السلطه والثروه. ده كتاب يعني كتب الطبعه الاولى والطبعه الثانيه، فيها معلومات واحصاءات منذ 1900 لغايه 1956، حتى طلعوا طبعه ثانيه لغايه الانقاذ. وبعتقد معظم المعلومات اللي موجوده في الكتاب الاسود هي موجوده في الكتاب ده، كتاب السلطه والثروه في السودان. لسوء الحظ طبعا احنا ما بنقرا، وانا لما بقول احنا ما بنقرا انا بقصد حتى الناس المسؤولين ذاتهم قد لا يقراوا، يعني الناس العاديين جايين. فأنا شاعر بأنه صحيح لماذا سمي الكتاب الأسود ومن سماه الكتاب الأسود لا يعني لا تدري يعني أنا بالنسبة. طيب خلوها مستورة. خلوها مستورة عبارة جات في سياق أعتقد أنه كنا في منتدى في الرهد، والسياق اللي جاء فيه يعني كان كلام صحيح كله ما كله عن الطريق، كان في قضايا أخرى واحد يعني. وقضايا طرحت صحيح في الندوة ذاته وفي الكلام بطريقة مبتسرة ومبتذلة، والواحد فينا ما حب أنه يعني يمشي في الإطار. وجات الكلمة دي يعني مش أنا فكرت فيها يعني، جات كده شعرت أنه تلقائية وافتكر كانت كويسة أنها تلقائية، لأنه ما كان حادخل في تفاصيل الكلام اللي قيل والجدل اللي حاصل مع الناس كله الكلام ده ما عارفينه، وافتكر أنه فيما بعد. فأنا ما شاعر بأنه في شيء يعني. فهذيك تلك هي الفترة حسب ما أذكر في مدينة الرحل بشمال في السياق ذاك جاء. السياق ذاك متى يعود على الحق الخرطوم؟ متى؟ دارين منك كده بشريات. البشريات إن شاء الله أنا عايز الخرطوم، وأنا زي ما قلت لك قبل أنه في جاتنا رسائل من الأخ الرئيس يعني وفد كده، وجاء وتكلم معانا في أنه الرئيس بيقول لك تجي وكذا، وأنا قبلت قدرت الدعوة وقبلتها ما في شك يعني، وشكرت الرئيس شكرتهم، لكن قلت لهم إن شاء الله بنحاول يعني نشوف الوقت المناسب. مناسب. لو طلبنا منك رسالة أخيرة لمشاهد قناة الحرية والجمال والتي انفردت معك بهذا اللقاء الكبير والواسع، هتقول شنو في نهاية الكلام؟ والله أنا في نهاية الكلام بشكركم أنتم كلكم يعني كونوا وصلتوا للقاهرة يعني على الأقل يعني، ولكن أنا أعتقد أنه حس الشعب السوداني كل الناس أنا منهم ما يجري من حوار المطروح الآن يعني رغم المشاكل والتعقيدات الحاصلة، أنا ما شاعر بأنه عندنا يعني بديل او بدائل اخرى يعني تقدر تبني عليها. يعني في بدائل قطع شك يعني، لكن البدائل ذاتها نهاياتها ومعالاتها صعبه، وما في حد يعني بوعي كامل بيحاول يدخل فيها. انا من الجانب ده انا بقول انا مع الحوار، لكن برضه انا عارف انه في الحوار في مشاكل،
والحوار نفسه حسب الطريقة الماشية هو حوار ناقص يعني. وأنا لما أقول ناقص طبعاً الكمال لله أنا بقول ده حوار ناقص. وأقرب شيء أنا بالنسبة لي الناس اللي كانوا حضور في الحوار منذ البداية، وده الكلام اللي أنا قلته حتى للصادق بعد حسا والتقينا، أنا بعتقد أنه الناس اللي كانوا حضور في البداية في الحوار اللي كانوا موجودين سواء كان حزب الأمة بزعامة الصادق أو الإصلاح الآن بزعامة ترازي أو إبراهيم الشيخ وحزب المؤتمر، أنا بفتكر أنه لابد من أنه إحنا نحاول نسعى بقدر الإمكان أنه هؤلاء يواصلوا يستمروا في الحوار. وأنا اعتبرتهم زي المؤسسين للحوار، أنا اعتبرتهم كده اعتبار من عندي يعني، لأنه ذي الناس اللي الاجتماع الأول كانوا حضور وكلهم قدم يعني ورقة، قدم رأي بغض النظر على أنه اتفقنا أو اختلفنا. فأعتقد أنه دي قد تأخذ أولوية حتى بعد ذاك نجي نتكلم برضو عن الناس اللي أصله ما كانوا راضين الحوار. وبفتكر أنه في الآخر المعالات دي كلها لما تطلع وفي كلها بتمشي على الرئيس، والكلام اللي قاله الرئيس في خطابه في الحوار والكلام والالتزام، وأنا بفتكر أنه ده كلام كان واضح جدا وواضح لكل الشعب السوداني. فأنا عملي أنه الحوار ده فعلا يؤدي إلى نتائج تكون إيجابية ويصل إلى مآلات مفيدة للبلد. شكرا لك يا دكتور، جزيل الشكر. شكرا لك كثير. المشاهدون الكرام، كانت تلك يعني محصلة للقاء مهم ولقاء مفصل ومطول مع شخصية مهمة جدا في الحركة السياسية السودانية، وهو الدكتور علي الحاج محمد القيادي التاريخي وأحد أبرز قيادات المؤتمر الشعبي المعارض في الخرطوم. أشكركم على حسن